خبر السلطان مراد اني بدي شوفه. ممنوع يا اميره، مولانا مشغول. لكان رح ضل ناطره على الباب لحتى يسمح لي شوفه. اغوات، هذا كان عقابي ما هيك؟ اخذت منا العرش لتحرق قلبي اكثر، مع انه مو هيك كان اتفاقنا. انا سويت الشيء المناسب. بس انا صدقتك ووثقت فيك، فكرت انك. شو فكرتي؟ انه اللي سويتيه رح يمرق بدون عقاب؟ الظاهر فعلا كان هدفك الانتقام، هي كانت نيتك من الاول. وانا كرمال تسامحني ما ترددت حتى اني اتوسل. يا خساره. ايه، حاسس حالك مرتاح؟ انشفى غليلك مني؟ صبري إلى حدود يا فاريا. شو بتعمل إذا نفذ صبرك؟ تقتلني يعني؟ يلا، شو مستني؟ قتلني وريحني، ما دامك أخذت العرش مني، قتلني وريحني. مولاي فاريا وينا؟ اليوم الصبح من بكير تركت القصر. مولاي إذا بتحب فينا نرجعون. ما لزوم، طالما حبت تروح تركها. شو عم بيصير؟ رح شوفه وارجع. We'll be right back.
ليش مو هاي كانت رغبتك؟ مو أنت قلت لي ما بدي شوف وشك؟ ما رح تتراجعي؟ أكيد ما رح أسمح لك. أنت صرتي من حريم السلطان، يعني مفضلتي، ممنوع تروحي بدون إذني. قلت لك ما باخذ إذن من حدا، اللي مقتنعة فيه رح أعمله. ليش مسكت إيدي؟ بالقوة رح تاخدني؟ إذا أجبرتيني باخدك بالقوة. هاد فاريا؟ سلطان مراد ما سمح لي روح، بده ياني ضل عنده هون بالقصر. طيب انتي شو قلتي له بنتي؟ وافقتي انك تبقي؟ هو مصر ياخدني، قال لي انتي صرتي مفضلتي. شو صار بيناتكن ليحكي هيك؟ برينسيس كنتي عرفانة ما هيك؟ عرفانة السلطان مراد رح يجي لهون ويوقفك. يعني انتي ليش خليتي يجي لهون؟ بس هو طلب مني روح، هاد كان قراره، وقبل ضل فترة مو راضي يعني يشوفني أو يتطلع بوشي، وما اكتفى بهالشي كمان أخذ منا العرش اللي كان من حقنا. خسرنا العرش، معك حق، بس الطريق مفتوح لتوصل العرش أكبر من نوفاريا، وهو عرش العثمانيين. أنت سلطان وبتقدر تعمل كل شيء، ويمكن ما أقدر أمنعك، بس إذا قبلت أني أرجع معك برجع بشروطي. أنا ما بقبل أبداً فوت على الحرم لك مثل الجواري. أنا ما بصير عبدة لحدا وما بحني راسي. Thank you.
متأكدة إنه هالدواء رح ينفعك يا سلطانة. تأمريني بشي تاني؟ شكرا كتير يا مليكة، يسلموا إيديك. أهلا وسهلا يا عمري. أهلين فيك سلطانة. خير في شي؟ شكل وشك مرهق. ما في شي ابني، شوية مشاكل بالحرم لك. أنت كيفك؟ ما يكون في شي زعجك؟ أنا أجيت خبرك بموضوع مهم ولازم تسمعي مني. خير إن شاء الله. فاريا أنا رجعتها، ومن اليوم هي مفضلتي. القواعد معروفة، ومو أنا يلي ألفتها ولا أنت يلي كتبتها. هي القواعد نتيجة خبرة سنين. فاريا مو عبدة يا مراد، وفوق كل هاد هي أميرة من سلالة أسرة حاكمة تانية. شلون بدك ياني حطها بالحرم لك؟ ما أقول هالشي؟ أمي كرمال الله مراد، إذا أنت خالفت الأصول شو بقول لبقية الناس؟ كيف بدي أضبط الجواري بالحرم لك؟ أول شي رح يقولوا نحنا شو قلنا لزوم؟ أنا بصورة قطعية مستحيل اسمح لها تفوت على الحرم لك نهائياً. ومين اللي قال إنها رح تفوت أصلاً؟ ما فهمت شو بتقصد؟ مو مفضلتك صارت وجبتها بإيدك على القصر، وين بدها تضل؟ خلص بكرة الصبح بتعرفي. أغوات يا رب تلهمني الصبر. ليش ولادي عم يغلطوا ويخبصوا؟ والله رح يعلوا قلبي. مولاي قاسم خير؟ شوفي انت ليش عم ترجف هيك؟ ما في شي يا مولاي، بس كنت رايح حتى زور السلطانة. لكان كون حذر، السلطانة مزعوجة وممكن تفش خلقها فيك. سمو الأمير قاسم؟ لاليزار خانم، أنا مشغول بالي على إليانور. شو عملتوا فيها؟ وينها؟ سامحني يا سمو الأمير، السلطانة قسم أوامرها واضحة، ممنوع تعرف شي. أنتوا هيك عم تغلطوا، إليانور مظلومة. ادخل. مولاي الأميرة فاريا طالبة تشوفك. خليها تجي. قال حضرتك طلبتني؟ شو توقعتي؟ فكرتي اني رح اسمح لك تتركيني وتمشي هيك بهالسهولة؟ بقدر اقول انه اللي توقعته صار، بس انا في شي محيرني شوي. بهديك الليلة لو ما اجيت وبقيت عندك للصبح، انت كنت رح تلحقني وتوقفني؟ وشو الفرق؟ المهم بالقصة إنك موجودة معي، هاد هو المهم. صحيح هذا المهم، أنا موجودة بمكان ما حدا بده ياني فيه، لا السلطانة قاسم ولا السلطانة عائشة وعدد كبير من الجواري،
بس أنا بدي إياك يا فاريا، ما بيكفي؟ أنا من بعد إذنك أنا حابة ضل عند السلطانة عتيقة اليوم. فيك تروحي وين ما بدك. رئيس الحراس، ما تكون مزعوج لأني رجعت، كنت كتير حابب تقتلني. إن شاء الله تكوني تعلمتي درسك يا خانوم، لأنك إذا بتغلطي مرة تانية رح تشوفي وش ما بيعجبك بنوب. ادخل. مولاي، بناء على أوامرك الجناح الخاص للأميرة فاريا بقصر الترساني صار جاهز. أنا بكرة بنفسي بوديها لهنيك. مرافقتها شو وضعها؟ المدام سبقتها لهنيك، عم تشرف على التحضيرات. على خير، بس يرتاحوا بقصرهم، نحن بقالنا بيرتاح هون. بابا، ما بدك تعلمني على المبارزة بالسيف؟ طبعاً رح علمك. عايشة؟ كيفك أنت؟ طول ما مولانا معنا أنا بكون بأحسن أحوالي. بس في شوية أمور مو مريحتني. في إشاعة انتشرت بين الجواري اليوم، عم يقولوا الأميرة رح تفوت على الحرم لك، وقال هي رح يكون إلى مكانة مميزة عن الكل بما فيهن أنا. بس أنا ما سمحت يحكوا هيك كلام، وقلت لهم مولانا بيعرف شو هو الأفضل وحياخد القرار الحكيم. بعرف إنه حالك كبير وما رح تصدقي هذا الكلام. أنت نسيتي إنك حبيبتي؟ مدام برنسس، أنا فكرتك رحتي مع أمي هداك اليوم. معقول أتركك لحالك يا برنسس؟ الملكة كملت طريقة وأمورها بخير وطلبت مني أعطيكي هذا البروش، هلأ صار ملكك. ضروري ما تنسي أنتي من وين أجيتي ومين بتكوني بالأساس. مولاي، شو عجبك القصر يا فاريا؟ قولي لي شو رأيك فيه؟ المكان حلو كتير وحاسة حالي كتير مرتاحة هون، لأنه الحرم لك كان كتير موترني، والأهم إنه جبت لي المدام لتبقى معي هون. شكراً كتير. هون ما رح ينقصك أي شيء يا فاريا، الأغوات والجواري الموجودين هون كلهم تحت أمرك. يعني أنا عرفت ليش ما عطيت العرش لأمي، لأنه ما بيجوز للسلطان يعمل علاقة مع وريسة عرش تاني. هاي القواعد، يعني أنت ما كانت نيتك تعاقبني، كان هدفك أنه علاقتنا تستمر. يا ريت قلت لي من الأول. لو فرضنا قلت لك، شو كنت رح تساوي؟ بتختاري العرش ولا بتبقي معي؟ شو كنت بتختاري؟
جاوبت على السؤال من زمان مراد، وانت كمان جاوبت عليه، بس لولا السلطانة عتيقة ما كنت عرفت هالشي. عتيقة بتشبهك كتير، شجاعة ومتسرعة وبتفاجئ بردات فعلها. بصراحة في براسي 100 سؤال وسؤال. مثلاً رح كون حرة هون كمان؟ بقدر اتحرك براحتي؟ طول ما عندي معلومات بتحركاتك ما حدا رح يقلك ممنوع، فيك تطلع ايمتى ما بدك، بس طبعاً بمرافقة الحراس وسيفك قبل الكل. بدك تروح؟ كنت مفكرة ما رح تتركني لحالي بأول يوم إلي هون بالقصر. في عندي شغل، بس رح أرجع المساء.